أن الإدارة الأمريكية تتناقض في مواقفها وفقا لمصالحها، فهي تريد أن تقوم بعملية سيطرة كاملة على البحر الأحمر من خلال تفويق العديد من البوارق الحربية وناقلات وحاملات الطائرات بهدف واحد، وهو عملية تدويل مياه البحر الأحمر، وهو عبارة عن بحيرة عربية. فلذلك جماعة الحوثي اليوم تحاول أن تسوق نفسها من خلال ما تسميه الضربات التي تستهدف بعض السفن التي تمر عبر مياه البحر الأحمر، وهي من ناحية تخدم الجانب الأمريكي، ومن ناحية أخرى أيضا تسوق لنفسها بأنها قادرة، هي تسوق نفسها للداخل. لكن هل هي قادرة فعلا أن تضرب القواعد الأمريكية؟ بالنسبة لمسألة إقحام أو إدخال جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، أنا أعتبرها هذه تدخل في إطار أيضا اللعبة السياسية ما بين أمريكا والحوثيين أنفسهم. على فكرة أكثر جماعة فرحة بالضربة الأمريكية هم الحوثيين أنفسهم. أولا حتى يقول أخي أننا مع المقاومة للهروب من مشاكلهم الداخلية وعدم المطالبات الناس برواتبهم وتحسين مستوى عيشهم. ثانيا مسألة أننا أجي أقيم جماعة كدولة كبرى، هذه يعني تدخل في إطار لعبة سياسية سخيفة، حتى الجاهل لا يمكن أنه يصدق مثل هذه الأشياء. لأن إذا كنت أنت تريد أن تدخل جماعة يدخلها بقناعة تامة، ما عاد فيش حاجة اسمه اختبار. يعني هو مجرد قرار للأمانة، أنا أرى أنه أمريكا هي تلعب بكل الأوراق من أجل مصلحتها من أجل تنفيذ أجندتها، والحوثي هو أجندة، أنا أعتبره أجندة من أجندة أمريكا. لابد أن يكون له تداعيات داخلية وخارجية على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي. فعلى الصعيد المحلي ينبغي على كل القوى والأحزاب وقيادات المكونات اليمنية أن تعرف أن عدو اليمن الأول هو هذا الحوثي الذي يرتكب الجرائم منذ أمد كبير، واقترف كل الجرائم الموجودة على في قاموس الإرهاب. ربما أن هذه التداعيات ستغير من نظرة الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الأممي إلى اليمن بالتعاطي مع الميليشيات الحوثية لدعوات السلام، فالميليشيات الحوثية حتما سترفض كل دعوات السلام، كل المحاولات التي سيقوم بها المبعوث الأممي في المرحلة اللاحقة ستبوء في الفشل، طالما أن أمريكا قد صنفت ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، وهذا التصنيف سيكون له تداعيات أيضا على المستوى الاقتصادي على للمواطن اليمني، لأن هذا التصنيف سيحرم اليمن من دخول المساعدات الإغاثية، سيحرم اليمن أيضا من دخول بعض الإمدادات الوقود خصوصا للمناطق المسيطرة عليها ميليشيات الحوثي ومن ميناء الحديدة تحديدا. قرار اتخاذ الجماعة الحوثية أنهم جماعة إرهابية من قبل أمريكا سيكون له تداعيات كبيرة، اولا لكون ان امريكا هي التي كانت تدافع عنهم في كل القرارات، وكون انه ترمي ما اتخذوا انه عملهم جماعه ارهابيه اكيد هذا هو القرار السابق. القرار لا يحمل اي تاثيرات وتبعات، لا منع من السفر ولا حجز اموال ولا اقتصاديه ولا سياسيه ولا اقتصاديه، حتى مفاعله بعد 30 يوم ما يعني. واعلنت ايضا انه اذا تراجع عن استهداف السفن هو سيتراجعون عن القرار، مجرد تخفيف للضغوطات التي على بايدن وخاصة الضغوطات الشعبية والسياسية هناك، وليس لها أي تأثير سياسي، إنما هو تدعيم شعبي للحوثي فقط ليقول أنه لا يستطيع العالم على مواجهته، حتى الولايات المتحدة وتحالفها ولا التحالف العربي ولا القرار بإدراج منظمة إرهابية، وأن أصبح قوة عظمى لا أحد يستطيع الوقوف في وجهه من أجل تسليم الشعب اليمني والسذج بسيطرته عليهم. القرار الذي جاء حاليا كان قد أصدرته الأمم المتحدة قبل فترة سابقة بجماعة الحوثي منظمة إرهابية، فهي تناقض بالنسبة للمتابعين الأحداث، يعتبرون هذا تناقض وتمييع للقضايا